هو احنا لو خدنا العيال من بعض والعيال هتتأثر نفسيا اكيد قبل طبعا. ما افكر ان انا ايه، ما هو في الاخر طب انت واخدهم مني انا ارجعهم ازاي يا غاده؟ طب ما انا هعمل زي ما انت عملت، هعمل ايه؟ وبعدين هخبيهم. انت عارفه ان في احيانا في الحضانه او في والمدرسة المدارس مش وأروح بيسلموهم وأجي. لحد غير الاب والام، ممكن اقول لهم ما تسلموهمش للاب، يعني ما يقدروش يدوم لعامه. لو انا رايحه اجيب بنت اخويا فعلا لازم تبقى هي مبلغه، عشان ساعات بيعملوا الحركات دي. لو انا عملت كده ده تاثيره ايه على العيال نفسيا؟ لا طبعا هيأثر على العيال نفسيا، لان في اب موجود اوكي هما بيروحلهوش، ما فيش حنان اب. ما انا كل ما اوديه ياخدهم بالاربع شهور وما يجيبهم ليش، ويقول ان انا بضربهم، فده ايه؟ ده حله ايه؟ يعني انا كنت عامله حركة حل ودي ايه؟ اكيد الكلام بالادب مش هينفع. بصي اقول لك على حاجه، هو ساعتها لازم يبقى في قعده عائليه ما بين العيلتين. دلوقتي يا جماعه مش انا ومش انت، الاولاد دول محتاجين ايه؟ انت دورك ايه وانا دوري ما ايه؟ انت حارمهم من الام دلوقتي، يعني انا بالظبط. ما رضيتش احرمهم من الاب وكنت محترمه، يا اخي تحرمهم بقى هم مني ليه بقى؟ هنلوم وهنعاتب مش هيجيب حاجه. مفيش. واكيد ام زي دي اكيد ما عندهاش هنرجع قلب. نقول ثقه، انا واثقه فيك انك انت هتعمل الصح. هناخد وقت، هناخد وقت، بس ما قدمناش حاجه غير ان احنا ندي دايما الثقه ليه ان هو هيعمل الصح للعيال، وهم عايزين كذا وكذا 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 وكذا، وانت عارف ده هو هتقدر تعملهم ايه. دايما ارمي له الكره في ملعبه، خلاص بلاش انا. ايه رأيك في بيت العيلة؟ انت شايفه ايه؟ ده صدمة، ده رياكشن صدمة. بيت العيلة، طب هي أنا جابتها شايفة لك من حاجة. الاخر، هي هم ممكن فعلا يخلوهم يسيبوا اصلا المدرسه. لا طب أنا قصدي العيشة في بيت عيلة، يعني أنا شايفة إن العيشة مع أهل الزوج صعبة جدا، بس مع أهل الزوجة غير، لأنه إحنا دايما بنبقى عايزين نريح بنتنا. أنا جوز بنتي ده يقعد ويتدلع وأعمل له الأكل، لكن مرات ابني ده لو كان سحراله. متقبل، هو ما كانش متقبل اصلا اهلها من اصله. فده معناه إيه؟ يبقى أنا أروح أقعد معاه في بيت عيلة، يعني أنت مش متقبل أهلي، وأنا أقعد معاك مع أهلك وأبرهم وأبقى كويسة، مع إنهم أصلا مش صلة رحم ليا، صلة رحم لعيالي. انا مش هتحاسب عليهم. اعمل ايه؟ اعمل حدود معاهم. ما حدش يعني يطلع لي في اي وقت ويطلب اكل. لا، اقولها ازاي؟ دي محتاجة حتة حنكة منها، ازاي اقود الموضوع ده هوت بشياكة. بالظبط. في اقولك على حاجة، دكتور خطاب الله يمسيه بالخير قال لنا على حاجة حلوة قوي. ايه؟ راح الصعيد عند زعيم قبيلة وقعد معاه هو وزوجته، فقالت له الزوجة، كان بيسألها يعني بيقول لها مين اللي بيقود هنا البيت؟ قالت له بص أنا مش هقول لك على حاجة، بس احنا ما بنقولهاش، ما ينفعش نقولها. أنا هقول لك على موقف بسيط جدا. بنتي جالها حد علشان يتجوزها، ما عجبنيش. قلت له إيه؟ يا زين ما اخترت. ويوم بعد يوم أقول له بس هو اصل عمل كذا وكذا، بس على فكره انت برضو اختيارك، انا ما اقدرش اقول على اللي انت بتقوله اي حاجه. هو الراجل بيجي كده بيعمل وبيعمل وبيعمل صح بالراحه، لغايه لما وصلته لايه؟ لان هو بقى على الراي. بس الراي رايك. طبعا لا استحاله ده هو هيبقى اصلا هو ده جوز بنت. لا، ده في ستات بتقعد تعمل كده، يعني تقعد تسيب جوزها لحد ما انت ماشي صح، انت ماشي صح، اول ما تلبس تعالي لي، يعني اول ما تحس ان انت غلط تعالي لي وانا هقول لك المفروض كنا نعمل واحد اتنين وانا تلاته ايه اربعه. متقبلاه، انا مقدراك متقبلاك واثقه انك انت هتعدي من اي حاجه، وحتى لو حصل دروب هتطلع تاني وهتبقى زي الفل. هو خلاص حافظك ان هو انت بتقولي له الثلاث حاجات دي، فيلف يلف ويعمل الغلطات ويرجع لك، عارف ان هو اول ما هيشوفك هو الثلاثه دول اصلا بيبقوا قصاد بينه. ايوه طب ما تقطمنيش، انا كنت عارف. انا عارف. لا بالعكس، ولا بتقطمه ولا حاجه، انا عارف انا عملت ايه وكده هوت، بس انت صدر الحنين وانت هتبقي وهتستحمليني معايا صح. وهنعديها. هنعديها. طب احنا بقى ازاي واقول له نعدي؟ ايه؟ هتعديها طبعا، انا واثقه تماما انك هتعديها. ممكن اكون ما اكونش عارفه اصلا عن الموضوع ده حاجه اصلا. بس التشجيع، هو الرجاله تحب التشجيع قوي. هما الثلاثه دول حلوه وصفه البطه جميله سحريه البطه، كل ليه. يوم تصحي على النشيد، حلوه البطه جميله البطه، يبسط قوي انفخيني كمان.
انا متقبلك، انا مقدرك، انا واثقه انك انت هتقود علاقتنا لمكان اعلى حاجه قدام مني. يوديني اماكن عمري ما رحتها. اعلى حاجه، وانا مش عارفه اصلا اي حاجه. هيوصلك.